السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الدرس 17 من دور تعليم إضافة واي تو آرتش. هذا الدرس سيكون بعنوان طريقة استخراج البلوكات في جداول منظمة مع صور مصغرة زائد الكمية والتسمية بضغطة واحدة، وهذا على برنامج أخرى. لدي من هنا مجموعة من البلوكات، وبالضبط 12 بلوك خاصة بمجموعة من الأشجار. لو أضغط على أي بلوك مرتين ستلاحظون التسمية الخاصة به هنا. مثلا هذا البلوك التسمية الخاصة به 306، مثلا هذا البلوك التسمية الخاصة به 305 إلى غير ذلك. فرضا لو طلب منا أن نقوم باستخراج هذه البلوكات في جدول منظم مع إظهار صورة مصغرة زائد التسمية والكمية، هنا ألجأ إلى هذه الخاصية التي توفرها لنا إضافة الواي كيو آرتش. أولا أذهب إلى الكوماند بار وأقوم بإدخال الأمر وهو BBL، أضغط إنتر. من هنا يخبرنا بإدخال أو اختيار العناصر، مثلا اختار هذه البلوكات، انتر المرة الأولى وانتر المرة الثانية، وأقوم بوضع الجدول هنا. تلاحظون تم استخراج هذا الجدول. لدي من هنا الصورة المصغرة، هنا تسمية البلوكات، ومن هنا عدد البلوكات. تلاحظون كذلك من هنا لدينا 301 إلى غاية 312. يمكن كذلك التحكم في إظهار هذه أو استخراج هذه البلوكات. نفس الشيء أذهب إلى الكوماند بار BBL إنتر، أختار هذه البلوكات، إنتر المرة الأولى وإنتر المرة الثانية. الآن فرضا لو أريد أن أقوم باستخراجها بشكل عكس، يعني من الأعلى إلى الأصغر، يعني من هنا تبدأ من 312 311 إلى غاية 31. أأتي فقط إلى شورت مود، من هنا أختار نيم من الجريد تو سمول، أوكي، وأقوم بوضع الجدول هنا. ستلاحظون تم استخراجها من 12 11 إلى غاية 301، يعني بشكل تنازلي وهنا بشكل تصاعد. يعني هذه فقط ملاحظة بسيطة. جميل، الآن سأقوم بعمل نسخ لمجموعة من البلوكات حتى أتأكد من القيمة الخاصة بها. CO مثلا هذا البلوك 1 2 3 4، يعني في الإجمال قمت بعمل 5 بلوكات. أختار هذا البلوك وأتي إلى هنا، ستلاحظون أن التسمية الخاصة به هي 308. مثلا أختار بلوك آخر CO، مثلا هذا البلوك 1 2 3، يعني في المجمل لدينا 4 بلوكات. أضغط عليه مرتين ستلاحظون أن التسمية الخاصة به هي 310. جميل، BBL إنتر، أختار هذه البلوكات، إنتر إنتر، من هنا مثلا أختاره وأقوم بجعله نيم سمول تو جريد، أوكي، وأقوم بوضع الجدول هنا. الآن لو أذهب إلى البلوكات التي قمت بعمل مضاعفة لها، مثلا نأتي إلى هنا 308، ستلاحظون لدينا 5 نسخ. لو أتي إلى 310 لدينا 4 نسخ، يعني فقط من أجل التأكد أن هذه الإضافة أو هذه الخاصية تمكننا من استخراج هذه البلوكات بشكل صحيح. جميل، كذلك مثلا أريد أن أقوم بإنشاء بلوك آخر، مثلا أتي إلى هنا مثلا سيركل، يعني بلوك بشكل عشوائي، أوفسيت مثلا من هنا إلى هنا هكذا. الآن أقوم بإنشاء بلوك لهذه الدورة ب انتر، مثلا اتي الى هنا اقوم بتسميته سيركلز، البيك بوينت مثلا اختار المنتصف، اختار هذه الدوائر انتر، اوكي. ان ساقوم بحذفها مجددا، بعد ذلك ساقوم باضافتها وذلك عن طريق الامر اي انسرت. ستظهر لنا هذه النافذه من الخيار الاول. ملاحظه فقط، هذه النافذه تظهر في النسخ الحديثة، يعني آخر نسخة وهي 2020. مثلا أختار هذا البلوك وأتي له هنا Repeat Placement، أقوم بالتفعيل تفعيلها وأقوم بوضعه هنا 1 2 3 4. جميل، أقوم بغلق هذه النافذة. بعد ذلك أقوم باستخراج هذه البلوكات مرة أخرى من أجل التأكد أن هذه البلوكات الأخيرة يمكن استخراجها. BBL Enter، أختار هذه البلوكات، انتر انتر، وأقوم بوضع الجدول. لو أتينا هنا ستلاحظون كذلك تم استخراج هذا البلوك الجديد وعدده 4 نسخ. باختصار هو الدرس،
أتبخلوا علينا بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.